التواصل يستمر مشاهدينا الكرام ومتابعينا الاعزاء في انطلاقات صباح هذا اليوم، ويسير على بركة الله وتوفيقه. شوط جديد وهو شوطنا الثالث الذي يسير الخاص بالابكار، والى المقدمة مباشرة الى طموح ناصر بن عبد الله بن ناصر الهاشمي، بينما في المركز الثالث اتابع اللي تقدمت الى المركز الثالث في هذه اللحظة اراقب اللي قادمه. هذه الان الشاهينية سالم سعيد بن يريو المنصوري، بينما سعيد بن مبارك بن مرخان الاكتبي مقدم مزون، بينما في المركز الرابع تابع اللي قادمه، تابع اللي واصله في هذه اللحظات. هناك من تدخلت في هذا المسار وهذا الاندفاع، عادي الان راهية خلفان او سيف بن خلفان بن هلال العليلي، هذه مراكزنا، هذه الاسماء وهذه الشعارات، لكن العوده الى المقدمه، عوده الى شعارك يا الهاشمي، شعارك يا ناصر يا الهاشمي، مسيطر ناصر بن عبد الله بن ناصر الهاشمي، مقدم لنا هذه الانطلاقه، مقدم لنا طموح وطموحها بالفوز والانتصار. روح يا الهاشمي روح، الله وياك، يحمل هذا الشعار، شعار السلطنة على المقدمة وعلى البداية الأولى. بينما هناك أيضا الوصول في هذه اللحظات من الشاهينية حمد بن راشد الكبالي مع اللحظات الأخيرة، مع اللحظات النهائية، وطموحة طموحة قادت الشوط رأسها وانهت رأس، ما شاء الله وتبارك الله. سلام وتحية واحترام لناصر، ناصر 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 بن عبد الله بن ناصر الهاشمي، سلامي للكامل، سلام سلامي للكامل، سلام، تهانينا والناموس. بينما شعار حمد بن حمد بن راشد الكيبالي احتل المركز الثاني والمركز الثالث. كان هناك مشاهدي الاعزاء حين الاعضاء لجنه خط النهايه.